قضية العدالة الانتقالية بالنسبة للنهضة هي قضية وطنية، قضية تونس، قضية الشعب التونسي، قضية المصالحة مع تاريخنا مع المقاومين اللي قاوموا الاحتلال الفرنساوي وما خذوش حقهم، إلى كل المناضلين اللي اضطهدوا من أجل الحرية في تونس والعدالة في تونس وما خذوش حقهم. ماهيش قضية النهضة، ماهيش قضية حزب، ماهيش قضية مجموعة. علاش توا سي عبد الكريم؟ هذه قضية وطنية. علاش توا سي عبد الكريم؟ ثانيا القضية هذه كانت من أهداف ثورتنا وبدينا فيها من حكم الترويكا، والحمد لله وصلنا في الترويكا رغم كل موقع من اغتيالات وتعطيل المجلس السياسي واكدنا ما نعملوش جسور، وصلنا ما خرجنا من حكومة الترويكا لما عملنا قانون العدالة الانتقالية، وأصبحت العدالة الانتقالية قانونا ويجب احترامه واحترامه من الجميع مش مزيه. نعم. فولى عنا قانون، ولكن مش هذا القانون الأولاني اللي في التطبيق متاعه لقينا صعوبات، ثم إجراءات ترتيبية ما تمتش، ثم خطوات عملية ما تمتش، لأنه بعد انتخابات 2014 اطلع للحكم حزب نداء تونس، خذا 3 رئاسات وما قدمش العدالة الانتقالية، والبعض منه ما يؤمنش بالعدالة الانتقالية، ولا ثم معارضة داخل البرلمان لاستمرار مسار العدالة الانتقالية وضد هيئة الحقيقة والكرامة، ثم تعطيل داخل الحكومة للإجراءات المطلوبة، وإحنا وقتها ما نشحنا نتسيروا في الحكومة، فعدينا فترة تعطلنا فيها. ماهيش مسؤولية النهضة، والنهضة بقيت تطالب العدالة الانتقالية، ومناضلي ومناضلات النهضة، لكن شوشتوا عليه، هاني جيتك، ومناضلي ومناضلات النهضة اللي نحييهم، منهم من قضى نحبه ومات رحمه الله قبل ما توصل العدالة الانتقالية، وآخرهم خونا محمد صالح الزايري من أبطالنا في السبيتلا ومن أبطال الساحات وأبطال العدالة الانتقالية والدفاع على كل المظلومين وضحايا الاستبداد، ثم ناس ماتوا رجال ونساء ما وصلتهمش العدالة الانتقالية، وشوف هذا شنو يخلف لأولادهم والعائلاتهم. إذن فإحنا عملنا من خلال وجودنا في السلطة وجودنا في البرلمان باش نقدموا في العدالة الانتقالية، وكنا موجودين في التحركات الميدانية من أجل الضغط على أن الحكومة تمشي في هذه الخطوات هذه. للأسف وقع تعطيل، للأسف زاد كذلك التحركات الميدانية هذه ما كانتش كافية باش تغير الوضع، وزاد كذلك صار تشويش كما قلت أنت على العدالة الانتقالية، وقت اللي وقع حديث على المصالحة الوطنية، ثم ناس ظنت أن المصالحة الوطنية هو تخلي على العدالة الانتقالية. من ناحية وقت اللي طلبنا بالعدالة الانتقالية قالوا لنا قداش الكيلو نضال، واللي قالوا لنا الكلام هذا ماهمش مناضلين خاطر ما يعرفوش النضال وما يعرفوش باش يتوزن النضال، النضال راه ما يتوزنش بمال الدنيا، ومعناتها هذا من ناحية. وقالوا لنا راكم تاخذوا تعويضات، وخذيتوا تعويضات على حساب تونس وعلى حساب شباب تونس وعلى حساب دولة تونس، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. كذبوا علينا وقت اللي دفعنا على العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، وكذبوا علينا وقت اللي قلنا راهو كي تتعثر المحاكم المختصة، كي تتعثر صندوق الكرامة، كي تعثر جبر الضرر، وكي تعثر كل هذايا ويولي ثم مناخ يبشر بالعودة للحقد والكراهية والعودة إلى الوراء، فهذا يدل اللي احنا يلزمنا العدالة الانتقالية تؤدي للمصالحة الوطنية، ويلزمنا نتقدموا في هذا في هذين الاتجاهين اللي وصلنا له توا، لا قدمنا في العدالة الانتقالية ولا قدمنا في المصالحة الوطنية. قدم حركة اللي عملناه احنا الان، اللي عملناه احنا الان، قلنا الامر هذا ما عادش ممكن يستمر، والحكومة هذه اللي احنا ندعمها ورئيس الحكومة اللي التزم بدعم العدالة الانتقالية حابين نذكروه، اللي راهو بطينا وما